وأسدل الستار على أفضل كأس العالم، أفضل كأس عالم في التاريخ. من ناحية التنظيم، ومن ناحية التغطية الإعلامية، ومن ناحية الحضور الجماهيري، ومن ناحية نسب المشاهدة، ومن الناحية الفنية في وجهة نظري إن الكأس ده يتساوى، كأس العالم ده يتساوى في المتعة بكأس عالم 98 اللي هو أحلى كأس عالم أنا بصراحة اتفرجت عليه. كان في كرة، كل الفرق بتلعب كرة، كرة حلوة. لكن هل ده كان يعني شيء سهل على الغرب وعلى الإعلام الغربي، خاصة بعد الحملات الشرسة اللي تعرضت ليها قطر قبل البطولة، واتهام بالرشاوي والفساد، ثم بعد كده موضوع العمال وحياة العمال وحقوق الإنسان ودخول منظمات حقوق الإنسان، ثم بعد كده درجة الحرارة، ثم بعد كده إن إزاي كأس العالم هيتلعب في وسط الموسم وده ممكن يأثر على البطولات الأوروبية، ثم بعد كده موضوع المثليين وموضوع اللي بعد كده وحقوقهم، ثم بعد كده منتخبات قادمة برسائل سياسية من قبل حكوماتهم وموجهين من قبل حكوماتهم، ثم تشكيك في أن المقاعد خاوية. قطر تعرضت لجميع الحملات المتنوعة والمتشكلة على كل لون يا بطست من كل حتة العالم كله، أو مثلا خلينا نقول الإعلام الغربي بيتمثل في أوروبا وأمريكا، ضرب تحت الحزام تقيل قوي وكبير قوي. لكن في النهاية قطر انتصرت والعرب انتصروا في هذه البطولة. وتاني، وأنا المشهد الرياضي أنا هاخده لحياتنا، وهاخده لحياتنا ومستقبلنا ومستقبل أولادنا وأحفادنا. بطولة كأس العالم قطر 2022 فضحت الغرب وفضحت الإعلام الغربي في نظرته، وعرته أمام الجميع في نظرته للعرب وللغرب، ومحاولة التقليل من شأن العرب طول الطريق مهما عملت. ولكن أكتر حاجة عجبتني في كأس العالم قطر 2022 هو الاتحاد العربي، وإن كل العرب حطوا إيديهم في إيدين بعض على مستوى القيادة السياسية على أعلى المستويات وعلى مستوى الشعوب. خلي بالكوا دي أول مرة تحصل، إن كمان الجمهور كله واقف مع قطر وواقف مع الفرق العربية وحاسس بالظلم الكبير اللي بتتعرض له قطر خلال هذه البطولة. حسيت إن كل الناس واقفة، فعلا كل الناس واقفة في ظهر بعض، كل الناس واقفة في ظهر بعض، وهو ده اللي خلى العرب يخرجوا من هذه البطولة منتصرين من أول صغر حاجة لأول حاجة.